طلعه كامله نزله كامله، ومثل ما قلت لكم احنا نستفاد بالنزول الكالف، مو اكو ناس تقمص بالعضله، تقمص بالعضله ما راح تستفاد لانه الكالف هو كله 10 سنتي ارتفاع ونزول، اذا خربطت بهال 10 سنتي ما راح تشتغل وياك العضله. هلا شباب، اخوكم جانتي وياكم اليوم على مود تمرين الكالف ومشاكل تمرين الكالف، المشاكل اللي تصير بتمرين الكالف وليش انه اكثر الشباب قاعد يعانون من عضله الكالف ما قاعد تكبر وياهم. اول شيء راح اشوفكم شلون نتمرن تمرين الكالف، وبعدين اقول لكم الاسباب اللي تخلي الكالف ما يكبر. اول شيء راح نتمرن العضله الخارجيه للكالف اللي هو هذا الراس، الراس الخارجي، تمام؟ الراس الخارجي بهالشكل هذا يجي، شايفين الرجلين شلون؟ يعني الرجلين مو ستريت، الرجلين تكون بهالشكل هذا. نطلع وننزل بطيء. اهم شيء بالكالف يا شباب النزول. المشكله اللي يعانون من عندها الناس مع النزول، لان اكو هواي ناس تتمرن بهالشكل هذا. بس لا، الكالف مو ضاغط. الكالف لازم تتمرن تمرين ساحب. هذا تطلع تشد بعدين تنزل بطيء. للاخير تطلع تشد بعدين تنزل للاخير. تطلع تشد بعدين تنزل للاخير. بكل الحركات هاي لان انت تستفاد بالنزول مال الكالف. لان الكالف هو كله الطلعه والنزله مالته كلها 10 سم او اقل من 10 سم اصلا هذا الارتفاع. سو انت لازم تستفاد بالنزول، مو مثل البايسبس تطلع وتنزل، يعني حتى اذا لعبته غلط ممكن يكبر. الكالف اذا لعبته غلط غلطه صغيره بالكالف ما راح تخلي الكالف العضله تكبر. الاهم شيء بالكالف هو النزول، انك تنزل تنطي مد للعضله مد كامل. فهسه اول شيء انا تمرنت هذا الشكل 8 نسميه، عمود شغل الخارجي، وتصير تضغط بسايد الرجل ما تضغط بقلب الرجل. سو هذا جزء من تمرين الكالف، وهسه راح اعيد الحركه بهالشكل سكويز وانزل. واهم شيء انه ما اوقف فوق، لان اذا وقفت فوق راح اوقف على الاصابع على مشط الرجلين، وهذا اكبر غلط يسويه الشباب. ماكو وقفه فوق، اطلع وانزل، اطلع اعصر وانزل، بس ما اوقف فوق ابدا. اذا وقفت الضغط كله راح يصير على الاصابع وتتعب رجليك بسرعه. النزول كامل، هذا سايد تمرين الكالف. وهسه اشوفكم القادم. هسه شرحنا احنا التمرين الخارجي للكالف. هسه بعد الخارجي ما خلصت التمرين 3 جلسات، طلعه كامله نزله كامله، ومثل ما قلت لكم احنا نستفاد بالنزول الكالف، مو اكو ناس تقمص بالعضله، تقمص بالعضله ما راح تستفاد لانه الكالف هو كله 10 سم ارتفاع ونزول، اذا خربطت بهال 10 سم ما راح تشتغل وياك العضله. سو هال 10 سم لازم تستفاد بالطلعه وتستفاد بالنزول، واهم شيء تستفاد بالنزول، انك تحقق النزول استرتش الكامل، تحقق المد الكامل للعضله، انك تنزل نزول كامل. هسه راح العب الداخلي شوفوا. تعال صلاح قوم وقف هنا. سو هذا الداخلي، شايفين الرجل شلون تصير؟ تعال صوره من ورا. شايفين شلون؟ احنا لعبنا هذاك بهالشكل، هسه نلعب الداخلي هذا الرأس بهالشكل هذا. نزول كامل، نزول كامل، عم نسوي ستريتش 15 تكرار. مثل ما قلت لكم اهم شيء النزول الكامل يا شباب، هذا الناس اللي قاعد تغلط بيه. وبعد ما نخلص التمرين راح اشوفكم شلون الستريتش يكون. هذا هو بهالشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن أبو أسامة. نظرا لأن الميكروفون حدث فيه مشكلة والصوت أصبح فيه ضوضاء، سأقوم بالتعليق الصوتي على ما يقوله الكابتن جانتي الآن. يقول لقد تمرنا العضلة الخارجية والعضلة الداخلية لعضلة السمانة، والآن سنقوم بتمرين العضلتين سويا، كلتا العضلتين على شكل بشكل 11 الآن على تمرين هذا الجهاز، أظن أنه موجود في جميع الجيمات. انظروا إلى هذه الحركة الكاملة، صعود إلى أعلى والنزول إلى أسفل. نعم هذه هي الحركة يقوم بها الكابتن جانتي الآن بالشكل الصحيح كما ترون. لاحظوا التكنيك في الحركة، النزول إلى أسفل مهم جدا. يقول بهذا الشكل يكون التمرين النزول الكامل والصعود الكامل، ما لا تقوم بالاهتزاز فقط،
يوضح الآن كيف يقومون الشباب بالتمرين صعود، انظر كأنهم يقفزون، وهذا التمرين خاطئ، هذا الشكل خاطئ في التمرين، يجب أن يكون الصعود إلى أعلى والنزول إلى أسفل، الصعود إلى أسفل بشكل كامل والنزول إلى أسفل بشكل كامل. إذا أخطأت في هذه الحركة أي في النزول السفلي بالذات ستكون التمرين خاطئ. يقول بعد 73 ساعة من التمرين ستقوم بتمرين السمانة بالطريقة بهذا الجهاز، تضيفها لأحد التمارين التي تتمرنها بهذه الطريقة بشكل 11، تقوم بتمرينها بوزن الجسم. العضلة الآن يقول شدت على آخرها، يجب أن نقوم بعمل تمديد لهذه العضلة. الآن تكلمنا عن عضلة السمانة، تكلمنا عن تمارينها المباشرة، الآن سنقوم بعمل امتداد لها أي ستريتش. يقول أن هذا رأس العضلة، هذه بداية العضلة، هذه هي بداية العضلة، هذه هي اللغز في هذه العضلة. يقول هذه سبب المشاكل، أن الناس لا تقوم بعمل ستريتش لها أي تمديد لها، والتمديد يكون بهذا الشكل. إذا كانت موجودة عندك هذه بالجيم، نعم إذا كانت موجودة هذه القطعة، فإن لم تكن موجودة تستخدم بدلا منها الوزن. انظروا كيف يكون تمديد رأس العضلة، رأس عضلة السمانة، المهم جدا كما يقول كابتن جانتي كيف يكون التمديد. تأخذون البار هكذا، تجلسون على هذه أو تضعون أقدامكم على هذه القطعة، يجب أن تقوم بالنزول كاملا. يقول يجب أن يكون التركيز على هذه المنطقة أي رأس العضلة، ها هو يقوم بالنزول كاملا والصعود، لكن ليس للأعلى، للأعلى يكون متوسط. كما ترون هذه هي الحركة لتمديد عضلة السمانة، وهي مهمة جدا، وهي كما يقول كابتن جانتي هي اللغز في بناء عضلة السمانة. نعم هي هذه اللغز، يجب أن تكون هذه خلف التمرين تقوم بعمليات ستريتش أو إطالة لهذه العضلة حتى لا تحدث عندك إصابة أو مشاكل. يقول لكم تحياتي لكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة.